في بداية الحساب قلت لك غياب لاعب بقيمة ساديو ماني خاصة في المنتخب السنغالي، احنا عارفوا باللي راهو بنسبة 70% قوة المنتخب السنغالي. شفنا خط الهجوم ما كاش اليوم كمال، صحيح المنتخب السنغالي كان مليح، كان بيان اون بلاس اللور، كان يديفوندي مليح، وسط الميدان كان سوليد، لكن الخمس دقائق الأخيرة كانت حاسمة بالنسبة للمنتخب السنغالي بخصوص الحدود. المصير بيده كمال المنتخب السنغالي، يفوز بلقاءين ضد الإكوادور وقطر يتأهل، لكن كيفاش راح يتأهل بغياب ساديو ماني؟ شفنا خط الهجوم اليوم كان متواضع جدا بغياب ساديو ماني.